السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم ملويه في الفران بالشحمه، كتجي لذيذه البنات، كتجي مقرمشه ومورقه، ما تشبعوش منها. كنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وتجربوا هذه الوصفه، لان فعلا كتجي كتحمق. وهكا مع كويز اتاي، يلا فطور يلا السحور، كتجي رائعه. ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي جوج زلايف من الفورس النوعيه الممتازه، وغنحتاج نص زلافه من الفينو، غنحتاج معاهم واحد المعلقه صغيره من الخميره ديال الخبز، والقليل من الملح على حسب الذوق. لحقاش حتى الحشوه غنضيف فيها الملح. المهم البنات، غنحتاج ماء دافي باش نجمع هذا العجين ديالي، ما كنحتاجش ندلكها لحقاش هي اصلا كدلك راسها، غير كنجمعها وكنخليها ترتاح. صافي البنات، وكتجيني عجين رائعة مورقة ورطبة زوينة. غنبقى البنات على هذا الشكل، غنجمع العجين ديالي ونرجع معاكم. هنا البنات، من بعد ما تجمعت لي العجين، هانتوما كيف ما كتشوفوا رطبه، غادي نغطيها هكا بشي منديل وغنخليها ترتاح واحد لمده 15 دقيقه تقريبا ونرجع معاكم البنات. هنا جيت نصاوب الحشوه بما ارتحت لي العجين. عندي هنا الشحمه البنات اللي حكيتها في حكاكه رقيقه كيف كتشوفوا معايا، واحد جوج بصلات، هنا استعملت بصله خضار هي حتى هما حكيتهم، واحتاجيت الزيتون خضر مقطع، الزيتون كحل حتى هو مقطع، والقزبر ومعدنوس كمية اللي هي لا بأس بها، واحتاجيت زيت الزيتون، بودرة الثوم، عندي التحميرة، البزار، الفلفل الأسود، عندي الملحة، الخرقوم، سكينجبير، القزبر مطحون. مهم العطرية ديالي كاملة استعملت. غناخد البنات ديك الشحمة غنديرها هكا في شي إناء فاش غادي نجمع هاد المكونات. غنضيف ليها البصلة، غنضيف القزبر ومعدنوس والزيتون، انا استعملت الزيتون خضر وكحل، المهم نوعت هكا وصافي. وغنضيف القليل من بودره الثوم، الصراحه كتعطي مذاق رائع، احسن من هكا الثوم طري. صافي البنات، غنضيف شويه ديال زيت الزيتون، وغنضيف العطريه ديالي اللي قلت لكم، التحميره، سكينجبير، البزار، السودانيه، الملحه، مهم كاع العطريه ديالي. ضيفوا حتى القزبر مطحون، حتى هو كيعطي مذاق رائع لهاد الحشوه. صافي البنات، انا غنخلط على هذا الشكل هذا، وغادي نخلي الحشوه ديالي على جنب، وغندوز باش نصاوب العجين ديالي من بعد ما ارتحت. البنات هنا من بعد ما ارتحت لي العجين، ها نتوما كيف كتشوفوا معايا، غناخذها غادي نفشلها، غنفشها من الهواء ديالها على هذا الشكل هذا. صافي البنات، وغادي نقسمها هنايا، عطاتني 4 يعني قسمتها على 4. صافي البنات، وغنصاوبها على شكل كرات هكا. صراحه البنات، هاد الملويه كتجي رائعه بزاف بزاف، ما تشبعوش منها، زوينه، كتجي مقرمشه، شي حاجه هكا زوينه في الفطور ولا في السحور، المهم على حساب الذوق. هنا البنات، خديت واحد البلاطو اللي دهنته هكا بزيت زيت المائده، ودهنت هكا هاد الكرات، ونخليهم واحد شويه يرتاحوا، نغطيهم هكا بشي بلاستيك على هاد الشكل البنات، ونخليهم يرتاحوا واحد شويه، وعاد نرجع باش نبدا نعمره. هنا من بعد ما خليتهم واحد 10 دقائق ارتاحوا مزيان باش كيسهلوا عليا انني نطلقهم، كنحتاج هكا شويه ديال الزيت، وكندير هكا شويه ديال الفينو كيساعدني انني نورق العجين ديالي. صافي البنات، وغادي نبدا نورق هكا على هذا الشكل مزيان حتى يبان لي سطح العمل. هذا الشكل البنات،
والسر ديال الملوي باش كيجي مورق وكيجي مقرمش هو ان العجين ديالو تورق مزيان. غناخذ واحد الكميه هكا من الحشوه ديالي وغادي نشتتها على هذا الشكل كيف ما هو باين عندكم في الصوره. صراحه الريحه ديال الحشوه رائعه، المهم انا كندير فيها والريحه ديالها مازال خضره زوينه. صافي البنات غنلوي هكا على اربعه كيف ما كتعرفوا الملويه مربعه. المقلة صافي وبقات لي حتى الحشوه، قلت علاش لا من نصاوبش هكا ملويه ونديرها في المقيله. صافي هذيك الجزء الاول راني صوبته ولويته على شكل دائري. صافي وغنصاوب هذه هكا وغادي ندير لها حتى هي الحشوه. انتم البنات كيفاش حطيتها باش تجيني بحال ملويه مدوره. صافي ونخليها هي ترتاح ونرجع معكم من بعد ما ترتاح البنات. هذه الملويه ديالي اللي غندير في الفران، هي من بعد ما ارتاحت ليا كيف ما كتشوفوا معايا غنقرصها مزيان. المهم نقرصها تكون شويه رقيقه على هذا الشكل. صافي وغنجيب واحد اللاطه اللي درت ليها ورق الزبده كيف ما كتشوفوا معايا البنات. صافي وغنبدا نسرح فيها مزيان حتى تاخذ لي الحجم ديال اللاطه ديالي، ونجي شويه رقيقه باش كتجينا مقرمشه وما تجيش غليظه بزاف. المهم انا غادي نقرصها على شكل اللاطه كامله. غناخذ شويه ديال الزبده صافي وغندهنها من الفوق باش كتعطينا داك اللون هكا احمر كتجي مذهبه. صافي على هذا الشكل هذا وغادي ندهنها غير بحال هكا بيدي البنات. وغادي نجيب البنات واحد الموس باش غادي نقطعها باش ملي طيب تجيني سهل انني يعني نقسمها. ومن هكا قطعتها هكا على اربعه وعاودت قطعتها على جوج. على هذا الشكل البنات الفران راني درتو كيسخن من قبل، دابا غندخلها ليه المده ديال 20 دقيقه تقريبا. صافي طيب ليا من التحت وعاودتاني نشعل عليها طيب من الفوق
البنات هاد الملويه ديالي من بعد ما طابت البنات قرمشه، عرفتي فاش كنقيسها كتسمع القرمشه جات غزاله غزاله والريحه ديالها رائعه. هانتوما البنات انا غنوريكم كيفاش كتجي مرقه، هانتوما البنات رباقه سخونه هنايا وشاركتها معكم مقرمشه البنات مرقه، والاهم لذيذه لذيذه البنات، غير جربوها ما غتندموش عليها. كنتمنى البنات الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. ولا كنتو اول مره غتدخلوا القناه ما تنساوش الاشتراك في القناه وتخليوا لي شي تعليق زوين، وشكرا جزيلا على التتبع ديالكم. انتم البنات رواق كنوريكم عرفتي جات غزاله، اجربوها البنات جربوها راها زوينه، وما تنساوش البنات اللايك. هذا هو الشكل ديالها البنات كتجي فنه، ونشارك معكم البنات الملويه اللي درت في المقله. ها هي حتى هي كتجي محمره ومقرمشه. المهم نتوما غديروا هاد العجين وهاد الحشوه طيبوها في المقله ولا في الفران اللي بغيتو، بجوجهم كيجيو زويونين. ها نتوما البنات كي كتجي من الداخل مقرمشه واللون ديالها ذهبي. ونخليكم البنات ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي، مع السلامه.